مثل عم نشوفها بتختصر قسم من النشاطات الكثيره يلي بتقوم فيها جمعيه غراس لتنميه المجتمع. ولناخذ تفاصيل اكثر بنرحب بالسيد زياد طقطق المدير التنفيذي للجمعيه. صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا باستوديو اخبار الصباح. وبدنا نحكي عن مشاركه كثير مهمه للجمعيه باسطنبول ب 18 و19 الشهر بملتقى حياه الاسره 2016 نقطه فاصله. بس يتم تنظيم هيك ملتقى، شو بتكون الاهداف من وراء استاذ زياد؟ اول شيء سعد صباحكم وشكرا كثير على الاطلاله الطيبه على الشاشه. بنتمنى التوفيق ان شاء الله لكل العاملين في مجال العمل الخيري والانساني، ومنهني لبنان بهالشيء الجديد اللي صار وتطور على مناخه كله سوا، ان شاء الله بينعكس ايجابا على وطننا بشكل عام ان شاء الله. موضوع انتخاب رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بمسيرتهم في خدمة هذا الوطن وهذا البلد. أكيد أي عمل إحنا بنقوم فيه له أهداف، وهذا بينعكس طبعا من أهداف الجمعية اللي إحنا بنشتغل فيها. نحن كجمعية حاولنا نكون جمعية مكملة لكثير من عناوين الخير اللي هي موجودة بهذا الوطن، اللي هي عناوين مميزة في خدمة الإنسانية وخدمة المجتمع بشكل عام. لكن نحن كجمعية أخذنا مجال الاهتمام بالأسر اللي بترأسها امرأة، واللي عادة كثير من الناس ما بيهتموا بهذا المجال أو ما بينتبهوا له أحيانا. لأجل ذلك نحن بالجمعية وضعنا مجموعة من البرامج اللي بتخدم هذا العنوان على مستوى كفالة هذه العائلات والاهتمام فيها ومساعدتها على الاستمرار في هذه الحياة اللي هي موجودة فيه في ظل الواقع الصعب اللي نحن عم نعاني منه. عم نحكي على كافة المناطق اللبنانية؟ طبيعي، نحن جمعية بتهدف للعمل على كافة المناطق اللبنانية، لكن كوننا نحن جمعية ما صرنا كتير على السوق على الساحة عم نشتغل، فنحن شوي شوي عم ندخل على المناطق وشوي شوي عم يكون عندنا إنجازات إن شاء الله سبحانه وتعالى. بيجي المؤتمر هذا مكمل أو نقطة من النقاط اللي نحن عم نشتغل عليها بخدمة الأهداف في خدمة هذه الأسرة اللي نحن عم نخدمها ونساعدها حتى تكمل مسيرتها في هذه الحياة. فبيجي هذا المؤتمر تحت هذه العناوين، كيف نحن الحقيقة نشخص واقع هذه الأسرة، كيف نعرف شو هي احتياجاتها، شو هي مطالبها، وكيف نحن نحط إيدنا بإيدها حتى تتجاوز الحالة اللي هي فيها، خصوصا نحن عم نحكي عن مرأة فقدت معيلها الأساسي وصارت هي اللي بدها تكون الأم وهي بدها تكون الأب. لما تقولوا أنه بتساعدوها كيف بتساعدوها؟ مثل ما أسلفت وقلت لك، نحن عندنا أربع برامج أساسية نحن متعامل فيها مع المرأة. البرنامج الأول سميناه برنامج عطاء، وهو يعنى بتأمين كفالة مادية شهرية لهذه العائلة حتى يساعدها على الاستقرار النفسي وحتى تقدر تهتم بشؤونها. يضاف له مجموعة من المشاريع الموسمية مثل مشاريع الشتاء، بداية المدارس، مشاريع رمضان، مشاريع كسوة الشتاء، كسوة العيد، حتى نحن نساعدها. محطات الأساسية بالسنة يعني 100%. أوكي. الموضوع الثاني هو سميناه نحن ثمار، وهو من اسمه بيعطي عنوان اللي هو النتيجة. أيوة صحيح. وإحنا هذا العنوان نهدف منه لتأمين مشاريع صغيرة أو مساعدة المرأة على إكسابها مهارات تساعدها على الاستمرار بالحياة وتوصل لمرحلة أنه هي تقدر تدير شؤونها من دون ما تكون بحاجة لأي حدا. وهي شغلة كتير مهمة نعتبرها. البرنامج الثالث اللي هو برنامج أفاق، وهو بيهدف إلى الاهتمام بالعائلة كعائلة، يعني المرأة مع أبنائها، يعني كدراسة، كتوجيه مهني. نحن بنؤمن أنه الفقر ليس سبب في أن الإنسان ما يكون مبدع وما يكون إنسان ناجح. صح. لكن هذا الإنسان المبدع والناجح بحاجة لمن يقف حده ويأخذ بإيده ويأمن له المجالات حتى يقدر يستمر بالحياة. ونعتبر هالاهتمام بهذا المجال هذا مكون أساسي حتى يساعد أفراد العائلة كمان حتى يكونوا هني أعضاء ناجحين ومنتجين في هذه العائلة حتى يحموها ويحافظوا عليها. أوكي. والنقطة الرابعة، والبرنامج الرابع سميناه لمسة، هو يعنى ببعدين، بعد صحي وبعد نفسي. البعد الصحي من خلال حملات توعوية صحية، موضوع العلاقات مع المستشفيات والمختبرات والمستوصفات، تأمين أدوية لهذه العائلات. والبعد النفسي نحن عندنا علاقات مع مستشارين صحي نفسيين وغير ذلك بيهتموا بالعائلة، وبنفس الوقت نقيم لهم مجموعة من الدورات والمحاضرات حتى تفهموا بواقعهم كيف ان يقدروا يتجاوزوا هالمحنه اللي اني فيها، كيف يقدروا يستفيدوا من الوقت، كيف يقتصدوا بمعاشهم، كيف يقدروا يربوا اولادهم خصوصا اذا كانوا بسن المراهقه. يعني بهالحاله نحن بنكون يعني اعطينا، يعني محاوطين الاسره 100%. من كل الجهات من كل ميلات وقادرين تقريبا تامنوا لها كل الاحتياجات اللي هي بحاجه لها، ان هذا اللي نحن بنهدف له ان شاء الله ماديه او غيرها. طيب دوركم بهذا الملتقى شو رح بيكون؟ هذا اللي كنا نحن عم نحكي، نحن هذا الملتقى عم نجمع اكبر عدد ممكن من الشخصيات ومن الجهات سواء كانت رسمية أو دولية أو حتى محلية تخدم هذا العنوان حتى نجمعها كلها سوا بهذا الملتقى
اللي بنعتبره الملتقى الأول لنا. بس ليش اخترتوا يكون بإسطنبول مش ببيروت؟ يعني نحن نعرف واقعنا بلبنان ما كان بيتحمل أبدا إقامة ملتقى في حضور دولي، في حضور عربي، في حضور من أكثر من دولة عربية وإسلامية، مع أنه هلأ في نوعا ما استقرار يعني. وهذا اللي نحن متمنى أنه العهد الجديد اللي نحن الآن داخلين يرجع عليه يرجع يعيد الدور لبيروت 100%. يرجع لبنان هو المحطة الأساسية بإقامة الملتقيات والمؤتمرات والندوات، لأنه هذا كثير بيريحنا وبيرجع وجه لبنان الحقيقي اللي نحن كلنا سوا بنعرفه أنه رائد في إدارة كل عمل إنساني، كل عمل ثقافي، كل عمل بالفعل بيخدم الحضارة. بس اسطنبول شو رح بيزيد على الملتقى؟ أنه كمنطقة أو كاختياركم لهيدا البلد؟ أول شيء سهولة الوصول لها، تفاعل الجمعيات والمنظمات وحتى الحكومة معها. يعني إحنا اليوم عندنا رعاية من وزارة الأسرة والشؤون التركية، مسؤول العلاقات اللبنانية التركية موجود فيها، عندنا جمعيات كبيرة أو مؤسسات ضخمة موجودة بتركيا مشاركة بهذا الملتقى، مثل الاي اتش اتش، مثل مؤسسة كاديم ومثل غيرها من المؤسسات. هي كمان تعنى بنفس المجال اللي بتدرس. نحن هذا اللي عم نحاول أنه الناس اللي بيخدموا هذا المجال وهني مهتمين فيه يكونوا موجودين معنا بهذا الملتقى، لحتى بالفعل يكون الملتقى إضافة نوعية للعمل الإنساني وللعمل اللي بيخدم الأسرة. طب أستاذ زياد، من عنوان الملتقى حياة الأسرة 2016 نقطة فاصلة. نعم. ليش نقطة فاصلة؟ طبعا في لوجو للمؤتمر وهو مبني على فلسفة لنا، لكن أنا رح اختصرها. رح تلاقوا من ضمن اللوجو هو عبارة عن صورة ترمز لعدة معاني، من بيناتها فيها نقطة هي نقطة فراغ. هي نقطة الفراغ اللي هو هون هيدا، صح؟ 100% الأخضر يلي هذا اللوجو اللي هو عبارة عن موضوع حوار، موضوع عبارة عن استمرار، وفي بداخله نقطة بيضاء. هذه النقطة اللي هي عبارة عن فقد شخص أساسي بالعائلة كونت هذا الفراغ. نحن إن شاء الله من خلال هذا الملتقى ومن خلال الأفكار ما نطرحها واللي راح نستفيد منها من المؤسسات الموجودة راح نشتغل سوية أنه نعبي هذه النقطة فراغ قدر المستطاع. طيب كرمال هيك نشوف كرمال هيك نحن عندنا 14 ورقة في الملتقى موزعة على 3 نقاط. نعم. أيوة. هلا بنحكي عنهم، بس خلينا نرجع نشوف التي في سي الخاص بالجمعية، بنرجع منتابع حديثنا. نقوى ونستمر بكم لحياة أفضل. ملتقى حياة الأسرة، نقطة فاصلة، 18 و19 من شهر تشرين الثاني 2016. فإذن هيدا التي في سي الخاص مش بس بالجمعية، كمان بالملتقى ملتقى. وكلت عم بتقلنا أنه بتضمن الملتقى 14 ورقة بيحكوا عن 3 نقاط مهمين يلي هن. صحيح. النقطة الأولى سميناها نقطة التحدي. نقطة التحدي هي عبارة عن توصيف لواقع الأسرة بشكل عام، وبالذات الأسرة اللي بترأسها امرأة، وشو هي الحلول المقترحة والعلاجات للمشاكل اللي ممكن تتعرض لها. النقطة الثانية سميناها نقطة أمان، ونحن نعرف أنه اليوم نحن واقعنا العربي معرض لكثير من موجود فيه كثير من الأزمات والمشاكل والحروب والصراعات. نعم. وهذا عم بيهدد الأسر بشكل عام، والأسرة اللي بترأسها امرأة بشكل خاص. بشكل خاص أكيد. وبالتالي شو ممكن نحن نقدم على المستوى الاجتماعي والحقوقي لهذه الأسرة حتى نحميها. نعم. والموضوع الثالث سميناه نحن نقطة استمرار، وهو نحن نستعرض من خلاله تجارب ناجحة من أكثر من دولة لعائلات ترأسها امرأة، وكيف بالفعل قدروا تجاوزوا المحنة اللي هن فيها ويقدروا بنوا لحالهم مستقبل مشرق بالفعل. يعني عطى صورة مميزة حتى للأسر اللي عندها معيل وما كانت عم تشتغل بالشكل الصحيح. هالوراق أو هالنقاط أكيد رح بيتم تداولها بالملتقى، معالجتها، رح يكون في حلقات نقاش كتير. خلينا ناخد فكرة هيك سريعة عن برنامج الملتقى أستاذ زياد. نحن عندنا يومين هني 18-19 اللي رح يكون فيه الملتقى، أكيد في افتتاح. بعد الافتتاح يكون في عدة كلمات للشخصيات المشاركة من لبنان ومن خارج لبنان، وخصوصا اللي على مستوى دولي. يعني عندنا كلمه كمان من الامم المتحده، من رئيس قسم الاتصال والتواصل في التنميه المستدامه، عندنا كلمه لنائب رئيس مجلس البرلمان الاوروبي السابقه، عندنا للوزارات التركيه، وعندنا كلمات ان شاء الله كمان
وزارات لبنانية ومحافظ بيروت وإلى غيره من الشخصيات اللي هي موجودة. بعدين عندنا النقاط رح يتوزعوا على يومين، يضاف لهم عندنا سهرة فيها عرض للمشاريع اللي نحن عم نقدمها ونحن عم نشتغلها. في عندنا معرض صور كتير مهم بيعكس واقع الأسرة ومعاناتها وما تتعرض له من معاناة في واقعنا. عندنا كمان لقاء مع أو عندنا عرض لفناني مشهورة اللي هي ملكة الرمل، بترسم بالرمل وهي مشهورة ولها حضور كبير اليوم، تعتبر الأولى على صعيد العالم العربي. لا هي كويتية، الفنانة شيماء المغيري. نعم. وعندنا سهرة كمان فنية مع الأستاذ والفنان محمود الخضر، مضافة كمان للمحاور اللي نحن عم نضيفهم. فهيك بيكون نحن عملنا اليومين تممنا فيهم كل شيء. بس يضاف لهم شغلة كتير مهمة اللي هو نحن مستضيفين أستاذ وخبير في الشؤون الأسرية وشؤون العائلة، الأستاذ الدكتور جاسم المطوع. رح نعمل معه ورشة عمل خاصة بالأفكار الإبداعية للمؤسسات العاملة في خدمة الأسرة. نعم. ورح تتناول مجموعة كبيرة من النقاط اللي لها علاقة بالإبداع والابتكار وكيف نحن نرفع مستوى أدائنا كجمعيات وكأفراد بنشتغل ضمن هذا العمل ونقدر نخدم بأشياء جديدة نحل فيها كثير من الأزمات الموجودة، سواء على مستوى المؤسسات من ناحية تخطي القضايا البيروقراطية وغيرها، ومن ناحية التأمين بالفعل الأفكار اللي بتخدم العائلة وتخليها بمستوى العائلات اللي نحن بنحب نكون موجودين. اوكي طيب استاذ زياد، نحن هون على الارض وقعنا اللبناني صعب اصلا، خاصه هلا اذا عم نحكي عن عائله بس عم بتديرها امراه او عم ترأسها امراه، شو ابرز مشاكل اللي بتتعرض لها هالعيال وكيف بتقدموا لها الحلول؟ يعني اذا نقصها عمل بتامنوا لها عمل، اذا نقصها ما بعرف ماديا للمدارس تقدر تامن اولادها، شو بتعملوا؟ أنا حكيت قبل شوي إنه نحن عندنا مجموعة من البرامج نحن عم نتعاطى فيها، بس أنا راح أعطي نموذج نحن طبقناه وعرضناه خلال شهر رمضان المبارك وحضرتكم كنتوا مشاركين بالتغطية الإعلامية له، اللي هو سميناه نحن إملأ الفراغ. نحن عندنا مجموعة من المشرفين والمشرفات اللي من خلالهم عم نزور مجموعة من العائلات في أكثر من محافظة في لبنان، ووقفنا على الاحتياجات الموجودة عندهم، وفي منها كانت احتياجات كتير بسيطة الحقيقة. بس شو هي أبرز المشاكل اللي بتتعرض لها هيك العائلات؟ عندك أول شيء المشكلة الاقتصادي، هذا مشكلة كتير كبير موجود هذا اليوم، هذا أكبر مشكلة يمكن وهذا واقع فيه كل اللبنانيين بشكل عام، وهذا بيندرج تحت غطاء المدارس، تحت غطاء التنقلات، تحت غطاء الاستشفاء عندك أجار البيوت، كل شيء مسكن، كل شيء صحيح. حتى أحيانا ممكن يكونوا قاعدين ببيت منه أجار لكن وضعيته غير ملائمة لسكن الإنسان. هلا سوري المشهد عم تشوفه أنت هون بمخيم للاجئين هيدا صحيح. نحن أقمنا مجموعة من الشراكات منها مع الـ UNHCR ومنها مع بيت الزكاة الكويتي وجمعيات كبيرة، وهذا اللي شايفينه قدامنا هو افتتاح مدرسة لمحو الأمية في أحد مخيمات البقاع للنازحين السوريين. هاي له قصة، أنا زرت المخيم من سنتين وتفاجأت أنه من 5 سنين الأولاد ما دخلوا مدرسة، ما بيعرفوا شيء، يعني لليوم 5 سنين صار لهم قاعدين بغرفة صغيرة على التراب، بيعلمهم شاب يمكن مش خالص ثانوي بيعلمهم هيك يفكوا الحرف ويعرفوا يقرأوا شوي. فنحن درسنا الموضوع ودرسنا حالة المخيم والأشخاص الموجودين والحمد لله قدرنا سوقنا المشروع وتبنته بيت الزكاة الكويتي. بين الزكاة الكويتي هذا من شهر ونص نحن افتتحناها المدرسة. مبروك الله يبارك فيك. وبالفعل بيغطي 120 تلميذ وتلميذي، وكمان عم نشوف مش بس كتعليم، عم نشوف كمان حتى كتب شنط كل ما يلزم، يعني كل شيء مأمن لهم، يعني ما منهم محتاجين لأي شيء، يعني حتى جبنا طاقم أساتذة محترف، مدير مع أساتذة هن اللي عم يدرسوا وبنفس الوقت هن سوريين، يعني هن أدرى بواقع. والمبنى وين؟ بتعنيل البقاع الأوسط، يعني قريب للمخيم؟ هو بقلب المخيم. نحن الفكرة المخيم. المعلومة أنه نحن في بلبنان حسب إحصاءات الـ UNHCR في أكثر من 400 ألف تلميذ سوري، 30% بس اللي عم يتعلموا، طبعا برأينا الإحصاءات أكثر من هيك بعد. جزء كبير السبب أنه ما نش قادر يتعلم موضوع التنقلات، موضوع فارق السن الكبير اللي عم بيصير، عدم اهتمام احيانا الاهالي بهذا الموضوع نتيجه الحاجه، انه لا ابنه يروح يشتغل افضل ما يروح يتعلم. 100%. فالفكره اللي احنا عم نشتغل عليها انه لما لا يقام داخل هذه المخيمات
مدارس صغيرة تحتويهم. من ميلة حليتوا قصة المواصلات لأنه بتكون بقلب المخيم، من ميلة تانية أمنتوا لهم التعليم اللي هن أصلا بحاجة له. في نقطة كتير خطيرة ما منتبهين لكتير من الناس، أنه نحن جزء كبير من هالولاد عم يتحولوا لمتسولين، صح. ومع الوقت عم يتعرضوا لكتير من القضايا الغير صحيحة صحية، أو بصيروا هن عنيفين بدورهم، عم يتحولوا مع الوقت يعني لإجرام. وهذا بالآخر بلدنا نحن لازم نفكر كيف نحميه، كيف نقدر نحفظ حتى اللي موجودين فيه. استاذ زياد، قديش مهم دعم الجهات الدوليه يلي عم بتساعدكم؟ قديش فعلا بتعطي مصداقيه لكل الاعمال الخيريه اللي عم تقوموا فيها كغراس؟ يعني عم نشوف رح يكون في تمثيل للامم المتحده، الاتحاد الاوروبي، وزارات مش بس بلبنان، كمان من دول اخرى بالملتقى تبعكم. قد ايه هيدي اضافه كثير مهمه لكم؟ اول شيء نحن بحاجه الحقيقه لدول تساعدنا بالازمات الكبيره اللي احنا عم نتعرض لها بلبنان. نحن اليوم عم نتحمل هم البلد وهم كل الناس اللي عم تزورنا بهالبلد وتكون موجودة فيه. طبيعتنا نحن شعب مضياف، لكن الضيافة اليوم إلى كلفة، ونحن بحاجة الحقيقة نمد إيدنا للآخرين حتى يساعدونا ونتعاون نحن وياهم، وخصوصا أنه هني موجودين أصلا على الأرض. المسألة الثانية، نحن بحاجة نستفيد من خبرات ناس تقدموا علينا بكثير من التجارب وكثير من الخبرات. نعم. وهذا شيء مطلب لازم احنا نستفيد منه ونشتغل عليه. الجمعيات الدولية اليوم عندها كثير من الخبرات اللي بتنمي وبتساعدنا انه احنا نطور عملنا حتى يكون بمستوى عالي، وبنفس الوقت يلاقوا ناس قادرين يتشاركوا هنيون على الارض ويشتغلوا هنيون ليحلوا كثير من الازمات الانسانية اللي هي موجودة. نعم. استاذ زياد طقطق، المدير التنفيذي لجمعية جيراس لتنمية المجتمع، اهلا وسهلا فيك. نحن بنتمنى لكم توفيق بالمؤتمر ب 18-19 باسطنبول، على امل انه هالعائلات اللي عم تتعرض عن جد لصعوبات اقتصادية، مش بس اقتصادية، نفسية، اجتماعية، صحيح، مادية، تكونوا انتم اليد يلي عم تنمد لها لتساعدها. يعطيكم الف عافية. شكرا كثير. اهلا وسهلا. اهلا، يعطيكم العافية. نحن رح نتابع حلقتنا وضمن الندوات والمؤتمرات يلي عم بيشهدها لبنان. نبقى مع مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات يلي انعقد بفينيسيا بهدف تشجيع الشركات للانخراط بأهداف بيئية وإنسانية واجتماعية. تقرير. مقابل تردي مختلف أنواع الخدمات وتراجع دور الدولة عن التدخل الفعال بالمجتمع، برز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو التزام مؤسسات القطاع الخاص بالتنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. CSR كانت من أولى الشركات اللي تبنت هالمفهوم وخصصت له منتدى سنوي خاص، انعقدت دورته السادسة لهالعام تحت عنوان التأثير الاجتماعي ودوره في إنجاح الشركات. اليوم بظل الضغط اللي موجود على المالية العامة، نعتقد أنه لازم المؤسسات اللي هي قادرة بالقطاع الخاص يكون عندها نشاط مبرمج ومدروس وموجه لدعم المجتمع اللبناني. البنك المركزي عم يشجع هالأمور، ونحن أصدرنا عدة تعاميم بتساعد بإطلاق مشاريع إلى طابع اجتماعي. لا شك أنه المسؤولية الاجتماعية للشركات في لبنان لا تزال في مرحلة الطفولة، فينا نقول عمره عام 5 سنين هلأ، بس لكن عم تتقدم بشكل كتير كبير قياسا للـ5 سنين 6 سنين الماضيين. وأنا بعد سنة 2017 سنشهد أكثر من 10 تقارير اجتماعية وبيئية صادرة عن مجموعة من الشركات مش بس من القطاع المصرفي. وصار في شيء اسمه اليوم دراسة لحتى يشوفوا مدى أهمية الاستثمارات اللي صارت وشو كانت إيجابيتها وتأثيرها على المجتمع لتحسين هذا الأداء. بطلت شغلة عرضية يعني. أنا مرتاح، كالكلمات اللي استمعنا لها اليوم بالافتتاح تعطينا نفحة أمل، وهذا الشيء الأمل اللي جاي بلبنان. صحيح أن خبرة الشركات اللبنانية بمجال المسؤولية الاجتماعية ما زالت ضعيفة، إلا أن العديد من المؤسسات خطت خطوات نوعية بدعم النشاطات البيئية والاجتماعية وتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل والاهتمام بجمعيات المجتمع المدني. ما حنقدر نوصل بلبنان لتنمية مستدامة إلا بالشراكة بين القطاع الخاص، مؤسسات غير الحكومية
والمؤسسات الدولية المانحة. التنمية مش بس تنمية من حيث الوظائف، من حيث التدريب، من حيث تأهيل الناس أو الشبيبة لهذا، وطبعا المؤسسات الاجتماعية يعني، وعندنا قضايا اجتماعية كبرى نحن بلبنان. الشركة اللي عندها يعني البعد الاجتماعي هيدا عم تستفيد منه لحتى يعني تزيد أشغالها، لأنه في مستهلكين صاروا بيتوجهوا للشركات اللي عندها مسؤولية اجتماعية. لازم يكون في وثبة نوعية، لأنه بالأوضاع الحالية للبلد كل مواطن مسؤول وكل شركة مسؤولة تجاه الكوميونيتي اللي عم يشتغلوا فيها. بالنهاية هيدا موضوع رئيسي، نحن عم نبعد كتير صرنا عن هال إذا بدك المشاركة بالموضوع الاجتماعي، يكون واحد عم بي يعني عم بيشارك، يكون هو يعني بارتنر فيها لهالقصة. على عكس ما بيعتقد الكتار، فإن وقوف الشركات مع المجتمع وتحملها المسؤولية الاجتماعية ما بيزيد من أعباءها، بل هو مصدر للربح المادي والمعنوي، والتجربة خير برهان.